التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على ما هو أكثر من المفاصل، فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، لذلك يعد من أمراض المناعة الذاتية. خلافاً للتآكل والاهتراء من جراء هشاشة العظام، يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلك مسبباً تورماً مؤلماً، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل. لنتعرف أكثر على مسببات المرض والعلاج، نرجع لضيفتنا ضمن مساحتنا الطبية لليوم الدكتورة فاتن عودة، اختصاصية بالأمراض الداخلية وأمراض المفاصل والروماتيزم. برد هلا. اما هلا مشاهدينا بنرحب فيكي دكتوره فاتن عوده، اخصائيه بالامراض الداخليه وامراض المفاصل والروماتيزم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحك دكتوره. يا ميت صباح يعني النور. من اول ما قعدتي ونحن عم نحكي لسه قبل ما نبلش بالفقره ظهرنا عم يوجعنا وكنتي عم تراقبينا وعم نحكي عن كثير خلال هي الفتره الامراض الروماتيزم والام المفاصل بشكل عام. خلينا نحكي عن الاشياء. تمام. هلا امراض الروماتيزم بشكل عام هي من الامراض الشائعه كثير عندنا بالمجتمع. الام المفاصل كثير شائعه، نادرا ما تلاقي حدا الا بده يكون عم بيشكي من وجع بمفصل، ركبه، ظهر، مستحيل هذا الشيء عندنا بالمجتمع. بدنا نحكي شوي اليوم على موضوع محدد شوي، موضوع له علاقه بالامراض الرثيانيه الروماتيزميه. حنحكي على مرض اسمه التهاب المفاصل الرثياني او الروماتويدي. هذا المرض هو أشيع مرض مناعي ذاتي موجود بمجتمعنا، تقريبا نسبة الوجود فيه بتوصل لواحد بالمية من الكهول بالمجتمع. نحكي باختصار عنه، هو مرض بيصيب المفاصل، بتكون الإصابة فيه متناظرة، مشوهة بالمستقبل، ممكن تكون عديدة، بتصيب المفاصل الصغيرة للإيدين والمفاصل الكبيرة كمان، مفاصل الصغيرة للقدمين، بتصيب أعضاء خارج مفصلية. بيصيب النساء أكثر من الرجال، يعني نساء محظوظات بالمرض، فهو بيصيب تقريبا بنسبة 4 لواحد، يعني كل 4 نساء لينصاب ذكر واحد بالمقابل. المرض ممكن يصيب أي فئة من فئات المجتمع، ما في فئة عمرية، ولكن يصاب الأكبر سنا نوعا ما. المرض بيصيب من الأطفال الصغار للكهول الكبار. أشياء يعني فترة زمنية للإصابة، ذروة الإصابة تكون بعمر 40 ل60 سنة، لكن هذا ما بيعني أبدا أنه ما بصيب الأطفال الصغار أو بصيب الشيوخ أسبابه الكبار. أسبابه لما نقول يعني ما في فئة عمرية محددة، لما نحكي عن الأسباب تختلف. أحيانا بنقول مثلا النساء ينصابوا أكثر لأنه هنا بيتحملوا مجهود أكبر، أو يمكن نحن بثقافتنا العربية المجتمعية دائما نشتغل زيادة عن طاقتنا وهي مشكلة كمان بنواجهها. بس لما نقول ممكن أي فئة، شو بيكون السبب هون؟ هلا في عنا اسباب بالنسبه لالتهاب مفاصل الرثياني، في عنا اسباب محدده، اسباب وراثيه ممكن تكون عائليه، في عنا شيء اسمه تاهب عائلي، يعني اذا العيله فيها واحد مصاب ففي عنا نحن اقاربه من الدرجه الاولى حتكون نسبه الاصابه بيناتهم 2 ل12%، بينما بالمجتمع كله 1%، ففي عنا شيء اسمه تاهب عائلي. الوراثي في عنا نحن اشياء علميه دلت انه الوراثه بتاثر على الموضوع، في عنا شيء اسمه مستضد التوافق النسيج اللي هو هلا دي ار 4 اللي هو فعلا هو واسم للداء الرثياني. في عنا اشياء ثانيه، التدخين اللي هو بمجتمعنا كثير منتشر، يعني فالدخان هو بحد ذاته من العوامل الخطوره بالاصابه فيه. الستات في عنا نحن شيء هرموني، المرض بآليته في شيء هرموني، هذا الشيء الهرموني بيرجح اصابه النساء اكثر من الرجال. عنا الاصابات بفيروسات مثل ابشتاين بار، اشلاء جراثيم، كلياتها بتأهب للاصابه بهالمرض هذا. طيب خلينا نحكي عن اسبابه هو نفسه كحاله مرضيه، شو المسببات؟ المسببات الأساسية مثل ما ذكرت لك الوراثة. العامل الأساسي. بالضبط، العامل الأساسي هو العامل الوراثي واللي هو مثبت 100% علميا. ممكن نشوف
دليل الوراثي عنا مثل ما قلت لكم انه باقارب الدرجه الاولى كثير بينصابوا، حتى في عنا نحن اذا في حدا مصاب بالعائله ممكن التوائم سواء كانت حقيقيه او كاذبه ايضا ممكن تصابوا بنسبه كبيره بتوصل ل 50% نسبه الاصابه عندهم. ممكن يكون مع التاهب الوراثي العوامل الثانيه المحيطيه الخارجيه هي اللي بتاهب للموضوع، مثل الدخان، مثل الفيروسات، مثل هالشغلات هي. طيب خلينا نحكي عن الاعراض، لما انا حس ببعض الاعراض كيف ممكن لاحظ هيدا الشيء وتوجه فورا للطبيب؟ لانه كمان عندنا ثقافه للاسف موجوده هي اخر خيار بروح للطبيب، يعني بكون في بعض الالام باخذ مسكنات. صحيح. استشارات عائليه بعدين. بدايه الاعراض مشان ما يتفاقم معي هيدا المرض شو بتكون؟ تمام. هلا نحن كثير بنشوف مثل ما ذكرتي بعياداتنا بيجونا بحالات متاخره جدا جدا، احيانا ممكن توصل لعجز جايين يعني متاخرين بطريقه مو طبيعيه. نحن المفروض الاعراض البدائيه لهيك مرض بتكون يبوسيه صباحيه، انه المريض بفيق الصبح مكسر ميبس، مو قدران يحرك ايديه، مو قدران يحرك رجليه، بيبقى شي نص ساعه اقل شيء لحتى يقدر يقوم من سريره. ممكن في مرضى بيبقوا ساعة وفي مرضى بيبقوا ساعة ونص وهن مأهملين. هاي بداية الأعراض؟ هاي بداية الأعراض. بيصير عنا آلام بالمفاصل الصغيرة اليدين، أنا وقت عم بقول آلام مفاصل صغيرة اليدين أنا بقصد فيها هي هاي اللي أنا هلا عم بشير عليها، اللي هي المفاصل بنسميها بين السلاميات الدانية. والمفاصل هاي اللي هي بين الأمشاط والسلاميات المشتية السلامية بصير فيها آلام. كمان نفس الشيء بالنسبة للقدمين، آلام بالمفاصل الكبيرة، الركبتين، الكتفين، المرفقين. بصير عنا ألم بتحريك المفصل، ألم عند الضغط على المفصل. المرضى بيلاحظوا في تورم عندهم بالمفصل، يعني ممكن برياحة أنت تطلعي تشوفي أنه في ورم ظاهر. أحياناً بيكون مظاهر بيفحصه الطبيب هو اللي حيشوفه، أحياناً كثير ممكن يكون ظاهر هذا الشيء. المريض بحس بتعب، ممكن يحس أحياناً بارتفاع حرارة خفيف صاير عنده. فهي الأمور بالبداية بتكون. هلأ بحال المريض أهمل حاله وما راجع واعتمد على وصفة ممكن يكون صيدلاني غير متوجه أو قريبه، أو هاي القصص كثير شائعة عنا، ممكن تتطور للشغلات الأشياء اللي هي اللي ممكن تكون توصل لتشوه بالمفاصل. تشوه بيوصل أحياناً لدرجة العجز وهذا الشيء عم نشوفه. طيب هلا حضرتك حكيتي بالبدايه عن انه السيدات ممكن يكونوا، بما انه هو له علاقه بالهرمونات، ممكن يكونوا هن عرضه اكثر، وانه بينتشر تقريبا بين 40 ل 60 بالعمر. تمام. ولكن في حالات بيتواجد فيها عند الاطفال، قديش في خطوره لما بيتواجد مثل هالمرض عند الاطفال الى ما بعد، يعني على تأثير جسمهم، وليش بيكون متواجد عند بعض الحالات عند الأطفال؟ هلأ عند الأطفال هو أكيد يعني هو هيكون إنذاره أسوأ من ما يكون عند البالغين. عند الأطفال نحن في عنا شيء اسمه التهاب مفاصل شبابي ذاتي، هذا اللي هو له أكثر من نوع، له تقريبا 6 أنواع. هو ممكن يبدأ بعمر السنتين بأحد الأنواع اللي هو الجهازي، يعني بيبي عمره سنتين ممكن أنه يصير عنده هذا المرض، ممكن بعمر 4 سنين. أنواع تانية بيبدأ بعمر 6 سنين، ممكن تظهر الإصابة بعمر 12 سنة عند أنواع تانية. فخلال هالفترة هاي ممكن أنه ينصاب فيها الأطفال. طبعا هاي كتير الوراثة، بنرجع لقصة الوراثة أنه بده يكون في وراثة بالموضوع. والشغلة التانية بتأثر عليهم كتير بالمستقبل. ليش؟ لأنه هاي الأمراض عند الأطفال بتعمل فشل نمو، اضطرابات بالنمو، ممكن يكون في عنا فشل بالنمو بإصابة مفصل الفك الصدغي، فبصير في عنا فشل بنمو الفك السفلي، تراجع مع تقدم بالفك العلوي بصير في تشوه كامل بالشكل. ممكن في عنا إصابة بمفاصل الركبتين، فرط نمو، فرط نمو الساقين، كلياتها بتعمل مشاكل. ممكن يصير عندهم إذا أصيبوا بالمرحلة اللي بعد شوي بيصير عندهم تأخر بلوغ. ممكن يصير في عندهم شغلات تانية مثل هشاشة العظم نتيجة الأدوية اللي هن عم بياخدوها. كمان ممكن يصير في عندهم إصابة عينية، التهاب عنبة، ممكن تؤدي لإصابة عينية غير قابلة للتراجع. بس هاي المراحل بيمروا فيها بالأواخر ولا مع البداية؟ إذا تم اكتشافه بالبداية ممكن يتعالج؟ هاي بتكون إذا كان مزمن وغير معالج. تمام. بينما إذا اكتشف بالبداية لا، بيصير السيطرة على فينا ضبطه والشفاء منه ولا لا؟ شفاء مستحيل. لكن نحن بندخل بشغلة اسمها هجوع. نحن هدفنا بالعلاج أنه ندخل بشيء اسمه هجوع للمرض وليس الشفاء. الشفاء هو مرض وراثي موجود بالجسم، عدم تطور المرض فينا. بالضبط، عدم تطور المرض، عدم إصابة جهازية سواء كانت مفصلية أو خارج مفصلية، بنحاول نحده لأقصى درجة ممكنة.
نعم. طيب خلينا نحكي عن العلاج دكتورة. هلا حتى نحكي على العلاج بدنا نحكي بس كلمتين اول شيء على التشخيص، انه هذا المرض المفروض يتشخص باكر حتى نعالج بشكل مبكر حتى ما نوصل للتشوهات اللي ممكن انها تصير. في عنا بالنسبة للدائرة الثياني الروماتويدي عنا فترة سنتين البدائيات، أول ما بصير فيهم المرض هاي الفترة بتكون إذا لقطنا فيها المرض فنحن حنحد كتير من التشوهات المستقبلية، أما إذا تجاوزنا هاي الفترة فهو مشوه باكر، يعني خلال سنتين من المرض إذا ما تشخص فهو حتبدأ التشوهات معنا. بحال انه نحن اكتشفنا هون وعالجنا هون بتكون الامور كتير كويسة. هنحكي حاليا عن العلاج. العلاج نحن بالبداية ممكن في عنا مسكنات الالم بس منشان تخفيف الالم عند المريض، في عنا شيء اسمه مضادات التهاب الاسترويدية، بنعطي المريض مضادات التهاب استرويدية او كورتيكوستيرويدات بجرعات تتراوح بحسب حالة المريض، بنحاول نخفضها باسرع وقت لاقل جرعة ممكنة. الأدوية الأساسية هي الأدوية المعدلة لسير المرض، هي اللي بدها تتحكم بهذا المرض. في عنا دواء اللي هو حجر العلاج الأساسي هو اسمه ميتوتريكسات، هذا الأساسي بعلاج دائرة ثياني. في عنا الأدوية الثانية مثل مضادات الملاريا التركيبية، كلوروكين، هيدروكسي كلوروكين، كلياتها تدخل بالعلاج، سلفاسلازين، ليفلونومايد. في عنا علاجات حديثة اسمها العلاجات البيولوجية اللي بتكون مؤازرة وداعمة للأدوية المعدلة لسير المرض. طيب دكتورة قلتي هي يمكن هيدا العلاج لضبط المرض لأنه ما في شفاء كامل منه. تمام. طب عملية ضبط المرض من خلال هالعلاج يعني شو اللي ممكن تعطيه لهيدا المريض؟ هو تخفيف الألم، عدم تطوره، يعني عم تقولي ممكن آلام كبيرة ينصاب فيها من خلال الالتهابات خصوصا الأطفال. تمام. هلأ نحن عنا قاعدة تسكين ألم، هاي المفروض أي مريض متألم نعمل له تسكين ألم. الشغله الثانيه هي اللي بناخذها بالادويه اللي ذكرتها بالبدايه، الشغله الثانيه اللي هي الادويه المعدله لسير المرض، هي اللي نحن بدنا نضبط فيها الحاله الالتهابيه. نحن في عنا حاله التهابيه، طبعا المفصل مكون من غضروف، عظم، غشاء ذليل، جوف مفصل ومحيط فيه محفظه. عنا الغشاء الذليل بصير في حاله التهابيه، وقت اللي بده يصير في حالة التهابية حيصير تآكل بالغضروف اللي تحته، حيصير اتكالات بالعظم اللي تحته. نحن مهمتنا بهذا العلاج انه نضبط هاي الحالة الالتهابية ونوقفها عند حدها بحيث انه ما تعمل هاي الاتكالات العظمية اللي ممكن تصير. يعني دكتورة نصائح كتير متعددة عطتينا اياها اليوم، خلص وقتنا، شكرا كتير لوجودك، نتمنى لك الصحة والعافية. انا كتير سعيدة اني كنت معكم وشكرا للإخبارية السورية وللصبايا الحلوات. شكرا لك. برنامج صباحنا غير. شكرا لك دكتورة.